أجواء المباراة الودية بين منتخبي فلسطين والجزائر لكرة القدم. نتيجة الفلسطينيين تسجل في جانب اللوحة المخصص لأصحاب الأرض، والجماهير الجزائرية الغفيرة تهتف للمنتخب الفلسطيني مثلما لم تهتف لمنتخبها الوطني. جملة إشارات رمزية تعبر عن مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان العربي. هذا التفاعل بلغ ذروته عندما تمكن المنتخب الفلسطيني من إحراز هدف الفوز، فجاءت الصرخة مدوية من قلب مدرجات ملعب 5 جويلية. وفي لحظة نادرة في عالم كرة القدم يهتف جمهور أصحاب الملعب فرحا بهدف سجله الفريق الضيف في شباك منتخبهم. ولما العجب، إنها فلسطين الحبيبة وإنه شعب الجزائر العظيم